ثم أحبائي، قال يسوع: أنا هو الحياة الأبدية. طبعا الثيم المغزى في إنجيل يوحنا هو الحياة، بيبتدئ قائلا: فيه كانت الحياة، وبينتهي في آخر يعني إنجيل يوحنا في آخر رسالته بيقول: وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. لألا تشك في شخصية يسوع المسيح، أنا عارف شو بتفكر، بتقولها يسوع المسيح مرسل. الآية على طول في إنجيل يوحنا 17 الآية 4 يقول على طول: مجدني بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. فإذا يسوع المسيح هو الحياة، وهو الحياة الفضلة الفياضة، وهو الحياة الأبدية، وهي حياة ذات الله، مش مجرد أي حياة بنتكلم عنها.